أعلن مصدر أمني مصري إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة في تفجير قرب مركز لقوات الأمن في مدينة العريش في محافظة شمال سيناء. وأوضح المصدر أن التفجير نفذ بواسطة عبوة ناسفة وضعت في مدرعة تابعة لقوات الشرطة أثناء تواجدها قرب المركز الأمني، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.